السيدات والسادة المحسنين، كما تعلمون جمعيتنا تعد من أهم الجمعيات الخيرية، ولهذا فقد رسخنا تقليدا وهو من يتبرع بأكبر مبلغ ندعوه لإلقاء كلمة. وكما تعلمون فإن الذي قدم أكبر تبرع في العام الماضي هو الآن بيننا رجل الأعمال الكبير السيد المحترم صفا كروانجي أوغلو. والآن اسمحوا لي أن أدعو أكبر متبرع لجمعيتنا لهذا العام لإلقاء كلمته أمامكم من هذا المنبر. إنه رجل الأعمال الشاب الذي انضم إلينا السيد عمار كوسوفي. تفضل. أدعو السيد عمار كوسوفي لإلقاء كلمته. شكراً. عليكم شاكرين له حسن اهتمامه. لو سمحت عمار بيك. يلا بقى يلا عمار. أرجو منكم أن تصفقوا له بحرارة. شكراً كتير إلكن وأهلا وسهلا بكل الموجودين. بالحقيقة أنا أول مرة بخطب بس رح حاول. وقت هلأ قالوا اسمي على أساس أنا أكبر متبرع. تفاجأت طبعاً وما فرحت كتير الحقيقة. ليش ما فرحت؟ لأنه وقت تكون قضية مهمة مثل التبرع على حدا محتاج لازم تكون بدون مقابل، لازم تكون سرية، ويجب ألا تعلم شمالك بما تقدمه يمينك. بس القصة هلأ غير. في ناس هلأ عم يتبرعوا بس مشان يتبروصوا، وبس يصير موضوع مثل هيك بروصة ما بيعدلوا أي قيمة، وهذا ما بيعجبني. وهلأ في كتير منكم حابين يعرفوا مين أنا، وفي شوي منكم ما سمعوا فيني من قبل، وحتى أنهم ما شافوا وشي بحياتهم إلا اليوم. أنا ما كتير شاطر بهي الأمور وماني معود أني أقول خطابات من فترة، مو من زمان. كنت تشتغل لحام بحوض صفن وكان راتبي 4000 ليرة، يعني فقير. بهداك الوقت ما كان بدي إلا شغلة وحدة بس تعرفوها، أنا متأكد أنكم رح تضحكوا علي. بدي لاقي بيت وأتزوج من خطيبتي. ما كان بدي بيت كبير أو فيلا، يعني كان بكفينا بس غرفتين صغار نستر فيهم. باختصار ما كنت عم فكر لا بفلل ولا بسيارات ولا بعز، كنت عم فكر كيف بدي لاقي بيت وأتزوج أنا وخطيبتي. بس هذا ما صار للأسف. ما قدرت استأجر هذا البيت اللي لازم اتزوج فيه لأنه راتبي ما بيكفي. المهم ما رح طول عليكم، ما بدي احكي لكم قصة حياتي كلها. بالنهاية راحت خطيبتي واختارت واحد من أغنى عائلات تركيا، أما أنا ولأني شفت كم عملية من فوق الأسطيح طبعا أثناء شغلي بوردية الليل، قام الشباب مشان اسكت قوصوني وبعدين أخذوني زتوني بمقبرة. شو عم يخبص هاد؟ عم يفضح حاله. هلا أكيد عم تقولوا لحالكم شو هالفيلم الهندي، ويمكن بعضكم يفكر إني عم كذب، بس هذا كله حقيقة. وبالكم شهر اللي مرقوا عرفت لكم شغلة، المصاري مو مشان الواحد يظلم الناس ولا يقتلهم ولا يهتك أعراضهم مشان يرضي غروره وينبسط له شوي، بالعكس تماما. المصاري لحتى تساعد المحتاج، مشان تعطيه وتوقف جنبه، مشان تلاقي حلول وطرق ووسائل لحتى تحسن حياة الناس.